والبداية هتكون مع أبرز عناوين الصحف والمواقع في هذا اليوم. صحيفة اليوم السابع وموقعها أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس وزراء جمهورية ألبانيا. ما زلنا مع اليوم السابع التي أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ ألبانيا بحصولها على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي. وإلى بوابة أخبار اليوم، وفي إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي للمصلحة الفضلى للأطفال، وزيرة التضامن توجه بدعم منظومة الأسر البديلة وتسهيل تسليم أطفال الكفالة. إلى بوابة الأهرام، حيث نقرأ وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يفتتحان مصنع معالجة وتدوير المخلفات في سندوب. في الجمهورية كان العنوان: الزراعة تواصل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإحالة المخلفين للنيابة العسكرية. عودة مرة أخرى إلى اليوم السابع، حيث نقرأ رئيس الوزراء يوجه بدراسة مقترح ألباني بتسيير رحلات مباشرة بين القاهرة وتيرانا. وعلى موقع الوطن، وزيرة التخطيط تقول: حياة كريمة تستهدف 58% من السكان بميزانية تقدر ب 45 مليار دولار. وفي موقع مصراوي نجد وزير التنمية المحلية يقول: أهمية قصوى لتحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين. وفي موقع مبتدأ، وخلال زيارته لمطار الأقصر، وزير الطيران يوجه بالاستعداد التام لموسم الشتاء. وأخيرا إلى البوابة نيوز، حيث نقرأ رئيس هيئة الاستثمار يعرض فرص الاستثمار في مصر مع مسؤولي الإمارات وقبرص.